بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حضورنا الكريم، أساتذتنا وباحثينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسعد مساءكم جميعا. كالعادة نستهل نشاطات منتدانا لشهر آب، إذ يقيم منتدى المرأة والطفل في أكاديمية إثراء المعرفة بمنظمة الصداقة الدولية في السويد، في مملكة السويد عفوا، وبالتعاون مع الجمعية اللبنانية تجديد التربوي والثقافة الخيرية. اليوم السبت الموافق 7 أب أغسطس 2021، محاضرة بعنوان كيفية إعداد سيرة ذاتية لمقابلة مقابلة عمل ناجحة. محاضرتنا اليوم دكتورة سناء صالح عبد علي. دكتورتنا هي تدريسية في قسم الأنثروبولوجيا والاجتماع بكلية الآداب في الجامعة المستنصرية، تخصص أنثروبولوجي، وناشطة في مجال حقوق الإنسان والنشاط المجتمعي. بكالوريوس هندسة زراعية من بغداد قسم البث من 2000 ل 2001، بكالوريوس أنثروبولوجي الجامعة المستنصرية كلية الآداب من 2006 ل 2007، وماجستير أنثروبولوجي تخصص أنثروبولوجيا اجتماعية جامعة بغداد كلية الآداب قسم الاجتماع 2013، دكتوراه أنثروبولوجي تخصص أنثروبولوجيا المعرفة جامعة بغداد قسم الاجتماع، عضو جمعية المهندسين الزراعيين منذ 2001، عضو جمعية المصورين العراقيين منذ 2002، طالبة لغة فرنسية في المركز الثقافي الفرنسي لفترة من 2002 ل 2011، طالبة لغة إنجليزية في معهد اللغات باللجنة العليا لتطوير التعليم في العراق لفترة من 2014 2019، عضو الهيئة المطبية الدولية برنامج انسجام المجتمعي منطقة بغداد الجديدة في 2014 2015، وقائد فريق استطلاع مقايسة الرأي في المركز العراقي للبحوث والدراسات في بغداد وتكريت. لديها العديد من النشاطات في مؤتمرات وندوات مختلفة، منها نشاطاتها في المنتدانة منتدى المرأة والطفل. النشاطات يشدلها جدول الأعمال لمنتدانا، نشاطات راقية ورائعة. المايك إليك دكتورتنا عزيزتي، روح أسوي شير للمادة مال اليوم. حبيبتي عرفتي دكتورة، سويت شير، واضح الباوربوينت؟ بالنسبة لي واضح دكتورة. تمام، توكلي على الله دكتورة التحبيبي. تمام عزيزتي، أنا أشكرك قلبي. تحية طيبة لجميع الحاضرين، وإن شاء الله حيشوفون المحاضرة على اليوتيوب من بعد هالوقت، وشاكرة حضورهم وسعاد صدرهم إنه يتحملون هالدقائق هذه يعني لغرض الفائدة العلمية. موضوع السيرة الذاتية من المواضيع المهمة اللي كانت هي شغل الشاغل يعني لكل من يطمح أن يسوق ذاته في سوق العمل. فأنا قبل ما أتحدث عن السيرة الذاتية، والسيرة الذاتية حقه يعني هي هوية مفتاح لغرض أنه أدخل سوق العمل من أوسع أبوابه لو أحسن يعني اختيار الطريقة الصحيحة والنموذجية. طبعاً كثير من النماذج موجودة على الإنترنت، مجرد أنه تضغط على جوجل تكتب CV أو Circumvita أو سيرة ذاتية راح تلقون كثير من النماذج، لكن مو كل نموذج ممكن يصلح لأي مقابلة عمل. شلون احنا لما اخذ علاج معين في حاله معينه، ممكن اذا عندي اعراض مشابهه او مقاربه لها يعني، وانا ما رايح للطبيب واخذت نفس العلاج ما راح يفيدني، بل بالعكس قد يكون نتائجه سلبيه. طيب ليش تكون سلبيه؟ لانه ما احسن الاختيار، وما كان احنا عندنا دقه في يعني بما باستعمال هذا المنتج. وهو السيرة الذاتية إحنا المنتج اللي إحنا نقدمه إلى أرباب العمل حتى أقنعهم أنه أنا كفو بهذا العمل أو فرصة العمل من بين المئات أو العشرات أو حتى الآلاف من المتقدمين إلى سوق العمل.
طيب احنا حتى اقول انه انا شلون اسوق ذاتي بسوق العمل، يعني انا اكتب سيرة ذاتية حتى ادخل الى سوق العمل، شلون اسوق ذاتي بالبداية حتى اعرف انه شنو فائدة او انه شنو الأهمية اللي ممكن فعلا في عالم اليوم، في عالم العمل اليوم، يعني مو من الكفاية انه اكون انا حاصل على شهادة جامعية، مو من الكفاية انه اقول انا عندي شهادة بروف، أو إنه أنا عندي اللقب العلمي الفلاني، أو إنه عندي عدة شهادات، أو إنه عندي عدة تزكيات. الأهم إنه أكون إنه أثبت الجدوى من هذه الشهادة، أكون أنا أخذتها باستحقاقي، أكون أنا طبقتها، عندي الخبرات الكافية لها. يعني لأن الشهادة تثبت إنه أنا شخص متعلم. لكن تقدم الزمن، تطور التكنولوجيا، سرعة التغيير الحاصل بعالم العمل اليوم، المهارات والخبرات هي اللي تنتصر. يعني ساعدنا الآلة والروبوت هي حاليا بدها تتحكم وبدها تنافس الأيدي العاملة. حتى الخبرات، أكبر خبرة ومهارة ممكن إنه الكمبيوتر هو اللي يكون متقن لهذا المجال، لكن نبقى إحنا بهذا العقل المتعدد المهارات ومتنوع المجالات. يعني نقدر ناخذ أكثر من شهادة، أكثر من تخصص، لكن هذا رابط في مجال معين. فإذا أنا أنتصر بمهاراتي وخبراتي. كل واحد يحلم انه يحصل على عمل او وظيفه يعني لائقه بطموحه، لكن احنا قبل كل شيء لابد انه يتمتع بمجموعه من هذه الخبرات والمهارات اللي يطلبها سوق العمل. يعني حتى اعرف اني انا جاهز ومؤهل للعمل، على الاقل لازم اتمتع بهذه الخبره، بهذه المهاره. يعني هذه هي المفاتيح لبوابات العمل، يعني هي خلاصه خبره سنوات من العمل. يعني قد يكون انه انا كنت طالب بالجامعه وانا اطبق تطبيق ميداني، ولكن اكو خريجين ما عندهم هذه الخبره، اكو وصلوا حصلوا على القاب علميه، يعني ممكن هو حاصل على شهاده من المجموعه الطبيه لكن دراسته نظريه ما عنده هذا التطبيق. اذا خبراته ومهاراته بدها تكون هي النظريه، الواقع العملي يختلف عن النظري، مو يختلف كليا لكن تطبيقه قطعا راح يلاقي يعني عده عقبات تعطيه مهارات وتعطيه يعني تعطيه العفو خبرة باستخدام مهاراته اللي استفادها ويطورها من الجانب النظري. زين، هذه خبرة السنوات من العمل بمجموعة من الأعمال والوظائف المتنوعة. مثلا عندنا تأسيس مجموعة من المشاريع والشراكات الشخصية، ممكن أنه نقدم عدد من الاستشارات، مثلا استشارات للشباب، للنساء، مثل شلون منتدى المرأة والطفل، ممكن انه عبر دورات ورش تدريبيه، يعني ممكن يقدمها وحده التوظيف والتاهيل، ممكن انه ضمان الجوده، ممكن انه اي قسم خاص بهذا التشكيل او هذا المؤسسه او هذه الدائره. يعني انه قاموا بالعمل فعلا على تطبيقها عدد من المتدربين حتى يوصلون لنتائج ملموسه على ارض الواقع. طبعا اكو بعضهم اسسوا مشاريعهم، حصلوا على وظائفهم، اذا هنا صار انه تدريب وتطوير المهارات حتى أكون أنا مميز. أتعلم شلون أسوق ذاتي بسوق العمل. ننظر إلى أول شيء شلون نبحث عن الوظيفة، أنا شنو مجال تخصصي حددته. النقطة الأخرى المهارات اللي أمتلكها الإضافية لمجال اختصاصي أيضا أحددها، بالإضافة إلى أكو إمكانيات أخرى، مثلا انه الخبره بمجال الحاسبات، بعالم الانترنت الواسع، التقنيات، التكنولوجيا، كل هذه اللغات، يعني كم لغه يجيدها يتقنها فعلا، مو انه انا مجرد انه احفظ مفردات منها. هذه المفردات ممكن تفيدني ببعض يعني الكيورد، بعض الكلمات المفتاحيه، لكن انه حتى اتعمق اكثر. اذا ما تنتهي مجرد الحصول على وظيفه، وانما الاداره الناجحه للحياة المهنية تتطلب النظر لهذه الحياة على أنه هي عملية مستمرة بها إمكانات كثيرة للتطور، للتقدم، وصولا إلى الإبداع. لما ننشئ الإطار المناسب للاستفادة من هذه الإمكانيات، نخطط الحياة وظيفية ناجحة من خلال اتباع عدة إرشادات. من عندها أنه أنا بالأصل ما اخترعت المجال اللي حاليا دا أعمل به، يعني كثير من عندنا يعملون في مجالات غير اختصاصهم العلمي،
غير المهارات اللي هم يمتلكوها، وبالذات انه اللي بجانب الحكومه اكثر شيء، يعني انه احنا يعني حكومتنا حكومه بيروقراط. حكومه البيروقراط رغم انه تدعو الى تطوير المهارات، دورات تطويريه، تطوير الكفاءات، الامكانات، لكن اكو محددات كثيره ومقيدات كثيره يعني تحجم التفكير الابداعي. هذا طبعا تختلف عن الجانب الاهلي، العمل الاهلي الخاص لا يرحب بالامكانيات المتطوره اللي تختصر الزمن او تختصر الامكانيات، يعني تقلل من الجهود والامكانيات والزمن. بينما في عملنا الروتيني يعني ممكن انه عندك براءه اختراع، ممكن انه الفت كتب، عندك اصدارات، بحوث، انجازات، لكن بالمقابل وضعك هو ما راح يتطور. ليش؟ لانه انت محدد ب يعني سلسله هرميه. الا اللهم انه ممكن اطور، لان حتى تكون اداره ناجحه لحياتي المهنيه انه اطور من امكانيات، ما اكون مكانك راوي. فاذا انا ما اخترعت المجال اللي اعمل به، واني مو الوحيد بهذا المجال، عندي عده اشخاص يشاركوني بهذا المجال. بالتدريس عندنا عدد مهول من الاساتذه بمجال الهندسه، مجال الصحه، مجال الالكترونيات، مجال الاداريات، مجال الخدمه الفنيه غيرها، يعني عدد من المنافسين ما ممكن يزيد توقعاتنا. اكو ايضا منافسين بنفس المجال حول العالم كله. فانا بطموحي، وكثير من اللي الشباب اللي بدأوا حياتهم مثلا بشركات اهليه، بمنظمات دوليه، بجهات اخرى طورت من امكانياتهم ومهاراتهم وصقلت هذه المهارات فعلا، يعني صقلتها وليس فقط يعني نظام روتيني انه انا ادخل هاي الدوره اوكي يعني تحصل حاصل، حضرت وسجلت حضور وانطوني شهاده وتخرجت منها، لكن انا اللي استفادتها من المعلومات وطلعت شنو الكم اللي استفادته، شنو اللي راح يفيدني بحياتي، شنو اللي راح يفيدني يعني من تطوير المهارات في مجالي. بس اني لو تحكي سنه وتقول انه كون مميز، اتعلم شلون تسوق نفسك بسوق العمل، اتعلم شلون اكتب سيره ذاتيه، انزين هي شنو زين؟ فد معضله، واحد يقول هي السيره الذاتيه فد شيء فد عجبه يعني؟ لا طبعا هي معضله اذا انا ما اخذها بالاتجاه الصحيح. يعني كثير احنا مقابلات عمل او قدمنا سيره ذاتيه لجهات متنوعه سواء داخل البلد او خارج البلد، لكن بالمقابل حتى للحصول على زمالات دراسيه ممكن انه استحصل بعثه، البعثه طبعا تكون على حساب جهه محليه يعني أو جهة داعمة، أما الزمالة تكون يعني من جهة خارجية هي تقدم زمالات لبلد معين أو لفئات معينة. فإذا أنا حتى أنافس الآلاف المؤلفة من كل دول العالم أحتاج أنه تكون عندي بعض المهارات. فأول شيء أدخل على المتطلبات بهذا المجال. أنا أول شيء حددت العمل اللي أريده وسويت سيرش ولقيت الأماكن اللي ممكن أقدم لها اللي هم بحاجة للعمل. ادخل على هذه الاماكن واشوف المتطلبات واشوف النقاط المحدده اللي يفترض اتقيد بها او ادونها واثبتها بالسيره الذاتيه لي حتى اعرف شلون اسوق نفسي. طيب انا شنو اللي يميزني عن البقيه؟ شنو الشيء اللي اتفرد به عن كل الاخرين؟ شلون اتوصل واوصل للجميع هذه المميزات بشكل يخليني مميز عنهم بهذه الميزه؟ يعني مثلا انا في يوم من الايام قدمت على مشروع الانسجام المجتمعي مع الهيئه الطبيه الدوليه. هذه هي منظمه دوليه تابعه للامم المتحده. فبالمقابله يعني اباوع القاعه، يعني هو بيت كامل وبيمكن ثلاث اربع غرف، وكل غرفه قاعدين بها يعني عشرات الشخوص ويقابلون ويطلعون ويجون غيرهم، يطلعون ويجون غيرهم. هاي الحكي على مدى ايام حتى يختارون 8 إلى 10 أشخاص من كل المتقدمين. أنا احتاريت، يعني هذه منظمة دولية وتفيدني، تفيدني يعني إذا موظف لمهارة حتكون لي بصمة بالسجل المهني عندي، وبالذات أنا أحب النشاط المجتمعي. فكانت طريقة التقديم أول ما دخلت كان الموجودين امرأة ورجل اللي يقابلون، وكل واحد يسجل معلومات، وقبلها اكو اشخاص ماتين يعني سلسله اشخاص
كل واحد يدور معلومة معينة، مقابلة معينة، أسئلة محددة، هذا كله حتى يدرس المقابل إنه هو هل هو مؤهل لهذا المشروع، هل هو كفؤ لهذا المجال. طبعا أنا بعدين هم راح أشارككم إنه أول شيء عرفت المكان اللي أنا رايحت له، راحت لها منظمة دولية لها اعتمادها، لها مكانتها، المشروع اللي هم رايديه، فهم رايدين انسجام مجتمعي، يعني يردون شخص عنده مقبولية اجتماعية، عنده يعني شو مثل ما يقول عنده طريقة يقنع المقابل انه يتعامل معه، لانه يعني بها عدة برامج، وبرامج تعامل مع فئات متعددة من مجتمعنا، واحنا مجتمعنا من المجتمعات المهزومة، مو من السهولة انه تتعاطى مع كل فئاته بنفس الدرجة أو نفس التفكير. فهنا صار بالبداية إنه أول شيء الملبس اللي هو الرسمي، ما أجيك لابسك كاجوال وسبورت وتكرمون الترانشوز وغيرها، لا يعني قاط رسمي، أكو قاط نساء وأكو قاط رجالي، فهذا أول شيء زي الرسمي. شغلة ثانية، أنا محضرة سيرة ذاتية عندي، وهسه راح نتحدث عن السيرة الذاتية وشنو اللي ممكن تحتوي، وشلون أقنع المقابل، وشلون اجذب انتباهه، لانه اهم ما يكون عند ارباب العمل، يعني هو حقيقه يعني حتى في اي طرح اول 30 ثانيه جدا مهمه بالطرح، وايضا حتى بالسيره الذاتيه، يعني لما يقرا بدايات السطور وينتبه يشوف اول شيء طريقه التنظيم، طريقه ترتيبها، المؤهلات العلميه، المهارات والامكانيات، الوظائف اللي والمناصب اللي تبواها، الفتره اللي عمل بيها، هل هي كانت متقطعة وفي أي مجال، هل هي كانت مستمرة، الرغبة بهذا العمل، ليش كان عنده رغبة بهذا المجال من العمل، طيب الخبرات الأخرى، شنو الخبرات اللي يمتلكها، شنو من لغات، شنو من تقنيات إلكترونية، شنو من مهارات أخرى، شنو يعني كمدرب ميسر حوار، يتعامل مع المعنفين، يتعامل مع الأطفال، يتعامل مع المأزومين وهكذا. فبالأخير يعني قلت أوكي هسه اللي موجودين يعني مئات الاشخاص ومعظمهم يعني شباب صغار، انا كنت اعتقد انه يرحبون بالشباب الاصغر عمر، واحنا ما عندنا في مجال التنافس وياهم، لكن بعدين وفعلا يعني كان اللي اختاروهم معظمهم شباب صغار بالعمر، وكنت انا وشخص يعني من فئتنا العمريه اللي احنا كنا بالثلاثينات في وقتها، فلما يعني سالت شنو اللي يعني خلاني أحظى بفرصة يعني أكبر من الآخرين، فكان الشخص اللي أنطاني هذا العنوان وقال لي أكو هيك تقدير، قال لي حقيقة، قالوا إنه أنت هاي وين لقيتها؟ يعني بهالعبارة، ليش يعني شكو شنو اللي، أنا تخوفت حقيقة، توقعت إنه أكو فد إشكالية أو إن هم ما متقبلين هالموضوع، فقال لا بالعكس، يعني إحنا نريد هيك إمكانية، إنسان يجي أول ما تقدمت يعني سلمت على الموجودين وقدمت نفسي بصورة مختصرة، الامرأة اللي موجودة أيضا صافحتها وقعدت يعني أمامهم وبالطريقة اللي يعني المهيئة لأي مقابلة، يعني ما كنت مرتبكة، ما كنت متخوفة، ماكو هذا التوجس، يعني ممكن بحكم العمر، حكم الخبرة، المهم يعني طريقة التقديم لنفسك شلون تقدمها، ما اكون انا مغرور بنفسي ولا انه والله انا عندي فلان شهاده انا عندي فلان شيء، لا ما الطريقه هذه، انما يعني حضراتكم بعد اعرف من عندي، كلكم اصحاب خبره، عندكم علميه عاليه، عندكم الثقافه العلميه والمجتمعيه، فاحنا حاليا لما اتحدث طبعا انا اتحدث مع نفسي ومع الاخرين، اذا اللي ميزك عنهم، الشيء اللي تفردت بيه انت عن المجموعه، شلون وصلت لهذا المجموعه، مميزاتك بشكل خلاك مميز عنهم بهذه الميزات، خلاك تختلف عن العاملين بهذا المجال او المتقدمين للعمل بهذا المجال، هذا هو اللي يكون التسويق الشخصي اللي هو بيرسونال براندينج. زين، يعني هو قدره على التميز بمهاره معينه داخل سوق العمل، يعني ما نكتفي بهذا، وإنما نسعى لتنمية هذه المهارة، نعرضها بشكل يميزها، ما نبخس حقها، يعني يميزك عن غيرك، نبني سمعة قوية تربط اسمك بهذه المهارة، نعرف إنه الشخص هذا أو حضرتك أو جنابك إنه متفوق بهذا المجال، مجرد إنه تذكر هذه المهارة، يعني كثير لما نقول إحنا
انه النساء المعنفات راسا نذكر اسم معين، لما نقول الاطفال المشردين ايواء الاطفال المشردين راسا نذكر شخص معين او اسماء معينه، لما اقول الشلتر المأوى لجمع مجموعه اطفال وتأهيلهم ليكونوا مؤهلين لهذا المجتمع راسا اعين مكان معين، سواء كان هو ميتم حكومي او اهلي او ايا كان، اكو اسماء معينه معروفه هي برزت نفسها. اذا هنا التسويق هي نعتبر انه التجاره دراسه وعمل بقدر ما تعتبر فن ومهاره. يعني هي كغيرها من مجالات الحياه تتالف من فروع تضم مجالات عديده. احد اهم الامور اللي تندرج تحتها ما يسمى التسويق، اللي هو جزء ما يتجزا من اي عمل. اذا هنا الشركات تحتاج انه تسوق نفسها، مثل ما الشخص لما يقدم سيرته الذاتيه يسوق ذاته، هنا الشركات ايضا تسوق المنتج طريق الاعلانات، طريق المندوبين، عن طريق الناس اللي حاليا نظام الشجره اللي يخليه ياخذ بعض المنتجات ويجربها ويعرض خبراته او يعرض تجربته على الاخرين، يرغب الاخرين حتى يقلل من الدعايات ويستثمرها بمجال اخر. هنا التفكير الابداعي يشتغل. اذا مثلا عندنا المستشفى حتى تسوق انه هي امهر وافضل من غيرها من المستشفيات، طبعا راح تضم امهر للاطباء ذوي الخبره والامكانيات واللي يشعلهم بالبنان بمجالات معينه. المدارس الخاصه مثلا تسوق نفسها بانه اكفئ المدرسين بها، كذلك الجامعات سواء الجامعات الاهليه او الحكوميه وغيرها الكثير من الامثله. اذا التسويق الفعاليه او مجموعه من مؤسسات او عمليات تهدف لإيجاد وتوصيل ونقل أو تبادل العروض اللي إلها قيمة ما للزبون والعميل والشريك والمجتمع ككل. وهذا شنو هو؟ هذا كله جزء من ما راح نخليه بالأخير ونرتبه ونبوبه في سيرتنا الذاتية، اللي هي راح تكون هي رسالة مباشرة لأرباب العمل. لأنه من أهمية تسويق الشخص لذاته قبل ما تقوم المؤسسات في عملية تسويق، العامل اللي ينتمي لها ويعمل بها راح يسوق ذاته. إذا هذه أهم مرحلة بالتسويق تحديدا قبل ما نتوجه لسوق العمل، لأنه هذه الشركات والمؤسسات على اختلاف أوجه عملها تحتاج إلى شخص يقدر يضيف لها ويطور عملها. يعني ما تري شخص أنه هو دوام روتيني سقط فرض أوكي دوامت اليوم خلاص انتهى واجبه ورجعت، لا، يطور مهاراته، يطور عملها، يزيد من الإنتاج، يزيد من التسويق. يعني قبل ما توجه سوق العمل لازم نعرف شنو الأساسيات والقواعد المستخدمة اللي تساعدك على تسويق نفسك، يعني حتى بالأخير تتمكن إنه تحصل على الوظيفة اللي تطمح لها. طبعا في يوم من الأيام يعني بتعيين الجامعي، تعييني كان على أوائل يعني باعتبار إنه كنت الأولى على القسم، فكان تعيين العفو من الوزارة تعيين الأوائل. فهذا التعيين شنو هو؟ كان انه يفترض اني لي درجه وظيفيه بجامعتي اللي انا تعينت، اللي انا تخرجت من عندها وتعييني صار لها. اللي تفاجات لي انه الكليه اللي تخرجت منها كتبت انه ما نحتاج درجات وظيفيه، ما نحتاج هذه الاختصاصات، ما نحتاج اداري، لانه خريج الكليه باعتبار حيعينوه اداري او حتى لو فني في مجاله. فكتبوا انه عدم حاجه. طيب عدم حاجه، انا عندي امر وزاري وصار عندي امر من رئاسه الجامعه، الكليه ترفض تعيني، انا وين راح اروح؟ انا شهادتي ما فادتني، انا كاولى ما فادتني الشهاده، بتعييني ما فادتني الشهاده. زين، فأحد المدراء اللي موجودين في ذاك الوقت يعني المدير الاداري اللي كان مسؤول على التعيينات قال انه انتم هذا التعيين خلال شهرين لثلاث اشهر يسقط، وانتم بالذات اللي صدر لكم امر خلال شهر اذا ما ثبتوا في مكان معين انه هذا التعيين راح يلغى، راح ترجع الدرجات للوزاره لانه احنا ما عندنا درجات وظيفيه. زين، انت تعال تنتظر درجه وزاريه او درجه وظيفيه من الوزاره تجي، هاي اصعب ما يكون. يعني لحد الان اكو، خليني اعطيكم مثل واحد من احدى وزاراتنا، الوزارات الامنيه، وزاره الداخليه عندنا 1800 او ما يقارب او يزيد او يقل من الفاحصين. الفاحصين دول شنو؟ هم اللي مقبولين للعمل وقابلوا للعمل وصدرت بهم اوامر وزاريه واوامر اداريه وكملوا كتب التطوع. كتاب التطوع هذا فيه فد سلسله من الاجراءات يعني مطوله ومنهكه ومضنيه من 2017 وبدايه 2018 والى هذه اللحظه ما عندهم درجه وظيفيه، ويوميا مظاهرات، يوميا مطالبات. زين زين، انا اذا راحت درجتي الوظيفيه وانا الاولى مال القسم والثانيه مال الكليه،
يعني شهادتي ما فادتني، الأولى ما فادتني، إيش راح يفيدني العدل؟ فتذكرت أكو شخص كان يعني راجعته في يوم من الأيام مدير شؤون الطلبة، فقالوا أنتوا روحوا على أماكن شوفوا حاجتهم لهذا الشهادة. شوف أنا لما أقول لكم إنه بعض الأحيان الشهادة والمؤهل العلمي ما راح تفيدك، ممكن خبرات أخرى هي اللي تفيد. فبالمقابلة مع عدة مدراء، وكان أولهم هذا المدير هسه هو توفى الله يرحمه، كان يوسف ربيع في وقتها، فقلت له أستاذ أني خريجة يعني خريجة الأولى على قسمي والثانية على كلية الآداب، وكان عندي كتاب إنه أنا عندي درجة وظيفية وجاء تعيينة من الوزارة مركزي. هذا الكلام أنا أحكي لكم إياه في بدايات 2000 و... يعني هات 2007 بدايه 2008. فأني احتاج انه اذا تحب كادر يكون عندك وظيفي وتحتاج كادر، انا اتمنى اكون ضمن كادرك. اشوف انهم هم معظمهم يعني النساء اللي حاضرات اللي موجودات. قال يعني انا ما احتاج خريجين جدد يجون يتعلموا اليمي. زين استاذ انا اللي اريده زين انه عندي درجه وظيفيه، انا ما احتاج درجه وظيفيه يعني، بس اريد انه اثبت في مكان وهي سنه تحت التجربه حتى اثبت بعد بالوظيفه تروح علي حرامات. قال والله بنتي انا اعتذر ما عندي مكان. قلت له زين انتم مو تشتغلون على الحاسبه؟ انا اعرف على الحاسبه وعندي خبره بيها واعرف بالبرمجيات وعندي لغه ماتين. فقال لي شنو انت تعرفين بالحاسبه؟ قلت له طبعا انا اشتغل على الحاسبه من سنه 2000 وهماتين اعرف بالترجمه، يعني الترجمه البسيطه ما اقول لكم الترجمه الفوريه الحرفيه، يعني مرتبين وضعنا بهالمجال. قلت له تريد انجليزي فرنسي؟ انا الحمد لله اشكر زينه بيها. قال لي هذه اوكي احتاجش بيها، شوف انا عندي درجه وظيفيه وعندي انه خريجه اولى على الكليه وعندي يعني شهاده علميه وتحصيل علمي، لكن هذا ما فادني، راد من عندي مهارات اضافيه. وهي الحكي هذا بالوظيفه الحكوميه، فكيف بالمؤهل الاهلي او بالوظائف الخاصه؟ اذا هنا ممكن انه نشوف اهم القواعد اللي نقدر نتبعها حتى نسوق ذاتنا في سوق العمل. اول شيء المهارات والخبرات المناسبه اللي هي عاده هم راح تكون هي كافيه حتى تامن الوظيفه، لكن انه شلون اسوق نفسي على نحو فعال. يعني اكون يعني انا من عندي درجه وظيفيه، اذا هذا اول نقطه عندي بالسليم. النقطة الثانية انه عندي مهارة ثانية عرفت شلون اسوقها للمقابل، هو بعد انتهى يعني قال لي انتهت المقابلة بنتي انا عندي شغل. فقلت له اوكي اذا تحتاجون على الحاسبة، اذا تحتاجون طباعة، اذا تحتاجون ترجمة، حتى اذا ما تعيني انا اكون متطوع للعمل وياكم. عرضت خدمات يعني حتى بدون حتى لو يثبتني، قلت له خليني تحت التجربة ولو اسبوع. فمن شاف المهارة من شاف العمل اتاكد من عندها، فصار اكو فرصة للعمل. فإذا إحنا نبحث عن فرصة مثالية للعمل راح نحتاج أنه نثبت عندنا مجموعة ممتازة من الخبرات والمهارات القوية ذات الصلة بمجال العمل. يعني أنا من جاية وشهادتي أنثروبولوجي راح يستفاد منها أبو شؤون الطلبة، هو دي يطبع كتب دي يصدر كتب ويحتاج أنه خبرة إدارية، يعني هماتين خبرة بالحاسبة. ممكن أنه بعض الكتب تكون هي مترجمة بالإنجليزي يعني باعتبار انه نخاطب سفارات والسفارات تخاطبنا على مصحة صدور وغيرها. اذا هنا نحتاج انه نطلق العنان لشخص المسوق الداخلي. يعني شلون يعني شلون نقول له انت دا تبيع لي وانا دا اشتري من عندك، شوفني شلون تقنعني حتى فعلا اني الزم بايدي. شلون واحد يقول لي عض اسنانه على هالمكان هذا على هالوظيفه حتى لا يضيعها، لانه فرصه يعني اصعب ما يكون انه تحصل هيك فرصه وتضيع منك لانه ماكو درجه وظيفيه وتبقى سنين تراوح ومظاهرات ومطالبات وبالاخير يقول لك والله يعني ما عندنا مكان. فاذا اهم طرق ووسائل التسويق اللي ممكن انه نبدي بيها بتسويق الذات تحديد الجمهور المستهدف، يعني هو رب العمل سواء كان من الداخل او الخارج. يعني لازم نشتغل على انفسنا ونبحث بحث صحيح ممكن حتى نساعد نفسنا حتى نتعرف على روح هذا المكان سواء كان منظمة مؤسسة دائرة، يعني المهارات الشخصية المعرفة اللي تثمن عندهم اللي تخليك مقبول وترفعك درجة
عن المتقدمين الآخرين، حتى تكون بالأقل أنت ستاند باي تنتظر إذا توفرت الوظيفة أو الدرجة الوظيفية عندهم. هنا نستخدم الوصف الوظيفي، مواصفات الشخص المطلوب للوظيفة كأساس متين حتى نستدل على الاحتياجات، نحاول نفهم شلون هذا الدور يلعب، يعني يلعب بالطريقة الصحيحة أو يدخل بالصورة الأكبر للشراكة، وحتى أنه نكون مقبولين ونحصل كلمة نعم أنت مقبول. إذا هذا يكون شلون اليو اس بي، الرابط اللي يربط بيننا، يعني هذا شلون نقطة البيع الفريدة من نوعها بأقسام المبيعات. من أجي أقول ليش من أقول تسويق، فعلا إحنا دا نحاول أنه ننافس، يعني مثلا عندي شركة معينة، عندي منظمة معينة، شلون أتميز عن باقي المنظمات؟ ما أكون منظمة رتيبة، شلون أتميز بأنشطتي ببرامجي، شلون أسوي شراكات مع جهات أكاديمية، مع مؤسسات مختلفة، مع جهات حرفية، مع فئات إنه شلون يقول إنه مستهدفة حتى أطبق لها أو أخدمها بهذه البرامج اللي أقوم بها. إذا هنا فهم اليو اس بي الخاص بي ممكن يكون تدريب اختصاصي أو مزيج من استخدام الكلمات، يعني مصطلحات خاصة بالمهنة، ممكن بعض المصطلحات أستخدمها، ممكن تكون مهمة من أتقدم حتى أحصل على دور جديد، ممكن أنه شوف شنو العبارات وكلمات أو عبارات رئيسية أو عبارات ممكن تجذب الانتباه، شو نسمي عبارات رنانة عند أرباب العمل محتملين مجال العمل. ممكن أنه رب العمل مو هو راح يقابلك مباشر، ممكن أكو شخص راح يمهد لك فيشوف اللي ممكن أنه يجذبون انتباه المقابلة وعندهم المهارات المطلوبة، يلا يختار من عندهم ويقابلون رب العمل. ورب العمل عادة ما يجي تسرد له أنت بالدقائق والساعات وتقول له والله أنا بدي أحكي لك فلان شي وفلان شي وهذا عندي، لا تحكي له بالمختصر. بعض الوظائف، بعض القطاعات محددة تدور مهارات وأنواع تدريب معينة، إذا هذه العبارات وكلمات، يعني العبارات الرنانة تنطبق على خبراتك ومهاراتك استخدمها، بس مو أنا ما عندها المهارة ما عندها الخبرة وأنا والله أنا أشتغل على فلان برنامج، أنا أشتغل على فلان نظام، أنا عندي هذه المهارة، أنا عندي هذه اللغة، أنا أحكي إسباني وأنا حتى حرف يعني يا دوب كلمتين ثلاثة أعرف بيها. زين، نظهر جزء من شخصيتنا الطبيعية الاعتيادية، ما نخاف أن نضيف القليل من الذوق، اللمسة الشخصية للسيرة الذاتية. يعني من رحت بهذه المقابلة قطعا يعني بالهندام اللي هو يليق بالتقديم لهذا المكان، ونفس الوقت أنه قدمت نفسي بمختصر، لأنه المقابل من ينطيك دقيقتين، الدقيقتين هذه كل هواية أنه حتى يستمع لك، ممكن يكون هو مشغول. هذا خلي المصالح، المشاعر، المهارات الشخصية تكون هي جزء من الحزمة اللي تساعدك بتسويق ذاتك، يعني كشخص كامل من جوانب عديدة بالإضافة للخبرات الماضية عندك. هنا راح تتأكد أنه أصحاب العمل راح يسمحوا لك أنه تعمل معهم حتى بالمستقبل، يعني راح يتمسكون بيك أكثر. بعض الوظائف راح تكون أنه يعني تحتاج خبرات إضافية، فهذا ممكن نعده قبل مقابلة العمل. أنا حتى أروح لمقابلة العمل أعد السيرة الذاتية، هذه السيرة الذاتية اللي هي مثابة هوية لكل شخص، هي تحتوي تفاصيل أو خلاصة لمراحل حياة سواء كانت أكاديمية، مهنية، علمية، يعني جواز السفر، الباسورد للنجاح بالمستقبل، يعني تأشيرة الدخول إلى عالم العمل حتى نحصل على العمل والوظيفة اللي نرغب بها، يعني حتى نعد كتابة السيرة الذاتية. طبعا هي تكون أهم خطوة حتى أحصل على الوظيفة، يعني بعض المقابلات ما تكون مباشرة، ما عندهم وقت حتى يقابلك مباشر، فيقول لك دزلنا السيرة الذاتية، اترك السيرة الذاتية، دزلنا إلكتروني بعض الأحيان حتى ما تكتبها وتنطيني إياها. وخاصة بوقت الجائحة صارت كلها يعني أكثر ما يكون المقابلات هي إلكترونية، إذا ما تكون هي المراسلات إلكترونية. السيرة الذاتية هذه تكون مكتوبة بطريقة تلفت انتباهها، يعني أنا سوق الذاتي حتى ألفت انتباه صاحب العمل، أخليه يهتم بها من بين عدد كبير من السيرة الذاتية المرسلة من أجل الوظيفة. أنا ما أجيب سيرة ذاتية والله أكو فورم شفتها بالجوجل هذا كلش حلوة خل أنزلها أشتغل عليها، تلقى هي آلاف السيرة الذاتية قدمت لنفس رب العمل
بنفس الفورمات، يقول لك هاي شوف من مسوي لهم اياه في المكتب، هم حتى ما يعرفوا يطبون. ممكن هذه الفكره. اذا هنا بمقابله العمل هي لقاء يتم بين صاحب العمل او من هو مخول بالتوظيف مع المرشح للوظيفه، سواء كان مقابله مباشره او انه الكترونيه، يعني وجه الوجه سواء كانت حضوريه او الكترونيه. اذا الخطوه الثانيه اللي تيجي بعد كتابه او ارسال السيره الذاتيه والخطاب التعريفي راح تكون هي المقابله. هذه الخطوه هي الفيصل بقرار اختيارك للوظيفه من عدمه. حتى نجري هذه المقابله يعني تكون مقابله ناجحه، لازم نترك انطباع ايجابي من خلال يعني العمل على مجموعه من النقاط الشخصيه اللي تتمحور حولها مقابله العمل، اللي يتم من خلالها طرح اغلب اسئله المقابله. مثلا ليش انت ترغب بمجال العمل اللي انت متقدم له او اللي تريده؟ شنو الشغف اللي عندك؟ شنو اسبابه؟ طبعا بالمختصر المفيد، ما اقول له والله انا احلم واتمنى واود العبارات هاي، يعني خلينا نختصر الكلام بحسب ما يتحمل الموقف. شنو الدوافع والغايه اللي تخليك تعمل بهذه الدائره او المؤسسه او الشركه دون عن غيرها؟ هو سألني يقول لي تيش يعني تجاي يمي شو تريدين تصيرين مثلا؟ انا ما اريد خريج جدد، يعني ما راح استفاد منه شيء. شنو الدافع اللي خلاك تجين يمي؟ فشرحت له، قلت له استاذ انه انا تعاملت وياكم مباشر وشفت الكادر عندك جدا مخلص بعمله، وانا احب انه اكون ضمن هذا الكادر المتفاني بعمله، بالاضافه الى انه عندي الامكانيات وعندي الدرجه الوظيفيه. فاذا مختصر مفيد، اذا شنو الخبرات والمهارات اللي امتلكها؟ شنو الاحترافيه بمجال العمل؟ او ممكن ادخل اختبار لتطبيق هذه الخبرات حتى يكون من باب المصداق. هذه النقاط الشخصية اللي ممكن تتمحور حولها مقابلة العمل: الإبداع، القيادة، مدى ملائمتك للوظيفة، أسلوبك في إدارة الحوار، التفاعل مع الآخرين، شخصيتك، مستواك الفكري والثقافي. ممكن يستفزك، ممكن إنه يسأل بعض الأسئلة أو استفزاز ببعض العبارات حتى يشوف إنه مدى تحملك، طريقتك بالرد، انفعالك، درجات الانفعال، قدرتك. ممكن انه يشوف القدره على اجتهاد، يعني اجتياز هذه التحديات، ممكن القدره على حل بعض المشاكل، يسالك انه بعض المواقف شنو اللي راح اسوي بيها، شنو انجازاتك، شنو اللي قمت به واهم هذه الانجازات وليش تعتبرها هذه يعني اهم من بقيه الانجازات، طموحاتك المهنيه، اهتماماتك. ممكن بعض الاحيان يسالون عن الهوايات. اذا هنا كله عكسه، زين هذا كله عكسته بسيرتي الذاتيه اللي هي تعبر عني. اذا هي وسيله دعائيه استخدمها حتى اعرض الخبرات والمهارات بشكل عملي وجذاب لاصحاب العمل، لان الهدف الحقيقي منها اسوق مهارات وخبرات ومؤهلات الشخص اللي ممكن انه يقدمها صاحب العمل، اللي ممكن انه يتقدم له اضافه، يعني يقدم له اضافه او قيمه حقيقيه لهذا الجهه او هذه الدائره او هاي المنظمه. وفعلا يعني بتعييني كان في وقتها ما في قسم صح الصدور، كان كله قبول وصح الصدور سوى، وكانت الموظفات يعني يشتغلون جانبين، لكن بتعييني بهذا المكان صار اكو قسم وحده صح الصدور وجابوا مرؤوسه يعني للعمل، وبعدين جابوا لي وحده وياي، وكان العمل كلش كبير كلش ضخم يعني، وعمل جدا دقيق وحذرين كلش به، لانه هذا اما تقول احنا نؤيد انه صح الصدر او هذا مزور او انه هذا غير صحيحه او انه هي مغير في تاريخ او معلومه معينه بها، اذا هذا ممكن انه تنطي احقيه او انه تنسف شهاده المقابل. وممكن انه يكون خطاب دولي، ممكن من سفارات، ممكن من قنصليات، ممكن ملحقيات، ممكن انه جهات حكوميه او اهليه. زين اني لازم انه حتى بمجال العمل او بالسيره الذاتيه او بالمقابله اجاوب على بعض الاسئله. طبعا بالسيره الذاتيه منو اني؟ انا فلان الفلاني، اخلي معلوماتي الشخصيه، شنو علميتي، شو تعلمت، شنو اللي اجيده، اذا من انت، ماذا تعلمت، ماذا تجيد. اذا السيره الذاتيه الجيده حتى نكتبها هي مو من الصعوبه، لكن نحتاج بعض القواعد، اعتبرها قواعد ذهبيه بسيطه، اذا ما اتبعناها راح تكون احنا فعلا صنعنا مفتاح مستقبلنا الوظيفي. طبعا هذه هي بحد ذاتها تحتاج عده محاضرات، لان بيها عده نماذج، عده ميادين. ممكن انه
أجري مقابلة ويا شخص معين، أنظر سيرته الذاتية، أشوف اللي قام به ويا منو عمل سابقا، كم مرة قام بهذا العمل بنفس الوظيفة بغير وظيفة، اللي يعمل وياهم أو يعملوا بنفس الوظيفة لمرات عديدة. هذا طبعا هذا الكلام اللي جو بانتليونو قال لما أجريت هذه المقابلة ويا شخص ما، أشوف سيرته الذاتية حتى أشوف اللي قام به، شنو اللي اشتغله، كم مرة اشتغل هذه الوظيفة، كم مرة تمسك بيها، يعني ايش قد بقى بيها. اللي يعمل بنفس الوظيفة لمرات عديدة ذول هم الأشخاص اللي أنا أشوفهم مميزين وأريد أوظفهم، ذول عندهم خبرة جدا كبيرة بمجال العمل وبالاختصاص اللي أنا أريده. هنا أنا استخدمت بعض التعبيرات حتى أثير انتباه المقابل، استخدام بعض الكلمات مواقف محددة بطريقة سليمة ممكن أنه ينطيني بعض الفوائد، بعض التعبيرات والجمل اللي ممكن يتحدث أو أنه تحدث نتائج إيجابية إذا ما استخدمت بشكل جيد، بالذات بكتابة السيرة الذاتية. أول شيء شلون توصف نفسك؟ مثلا أنت منضبط النفس، مقنع، واثق بنفسك، مجتهد بالعمل. يعني مرات ممكن أنه درجة الثقة بالنفس ممكن يعتبروها غرور، ممكن يعتبروها أنه هذا تعالي. فأنت تكون موضوعي، حذر ودقيق، تفكير منطقي، الخبرات، أنه أنت عندك مثلا من الخبرات اللي ما يؤكد للمقابل أنت عندك قدرة على مواجهة المشاكل، عندك قيادة، عندك توجيه، عندك إمكانيات متطورة، ممكن أنت مدرب متمكن، يعني قدرة على التخطيط قصير الأجل أو بعيد الأجل. إذن هنا السيرة الذاتية راح تقسم إلى قسمين، القسم الأول معلومات شخصية اللي هي تحتوي عدة خانات، مثل اسم، بريد إلكتروني، رقم هاتف، وطبعا الهاتف هذا مثلا بيه واتساب، فايبر، تليجرام، شنو البرامج اللي موجودة بيها، يعني عندنا عنوان البريد الإلكتروني، يعني عدة جهات توظف ما تقبل طلبات توظيف إذا ما بيها عنوان بريد واضح، لازم أكو عنوان وبالذات لما تقدم بعض الجهات تكتب على الياهو، على الياهو ما راح يتقبلوا حقيقة، يعني ممكن الجيميل يتقبل أكثر من الياهو، يعني هذا يعتبرك أنه أنت هاوي إذا عندك هذا الإيميل على الياهو وغير يعني المقاربة لها، عن جيميل ممكن يكون أكثر حرفية يعني باستخدامك. ممكن بعض البرامج الأوتلوك وغيرها التي تستخدم بالبريد الإلكتروني أيضا هذه يعني تنطي إضافات. طيب شنو مؤهلك الدراسي؟ شنو مكان العمل وسنواته؟ شنو الخبرات والمهارات اللي كانت موجودة عندك؟ مثل دورات تدريبية حصلت عليها، اسم الدورة، الجهة المنفذة إلها، تاريخ الحصول عليها، زين إيش قد كان مدة الدورة، مكان انعقادها، أقرب جهة ممكن تزكي، يعني أنت عندك أدلة أنه أنت اجتازيت هاي الدورة، شنو الإثباتات، شنو الخبرات اللي اكتسبتها، شنو اللغات ودرجة الإجادة، خبرات الحاسب الآلي، بالإضافة إلى مؤهلك الدراسي ومكان سنوات العمل والمناصب والخبرات الإدارية والفنية. هذا كليتها عموم السير الذاتية اللي راح تشوفوها والفورمات الموجودة تحتوي هذه، هي هذه أركان رئيسية بها، بالإضافة إلى خطاب تمهيدي. خطاب تمهيدي شنو يعني؟ شلون يعني مثل التزكية؟ يعني اللي هذا ترفقه بالسيرة الذاتية اللي تدفع صاحب العمل. أول شيء تقول له شلون أنت سمعت عن الوظيفة؟ بعض التفاصيل الهامة اللي منها يعني شأن السيرة الذاتية، إنه تعامل بقدر من الجدية والاهتمام بحيث إنه تلفت نظر صاحب العمل المرتقب لسيرتك الذاتية المرفقة. بعدين راح يصير ترشيحك للمقابلة الشخصية حتى إنه هذه تكون مكتوب بعناية. شنو الهدف من هذا الخطاب؟ أول شيء عبر عن رغبتك بالعمل بالوظيفة المعلن عنها، يعني أنت مو والله أنا محتاج الوظيفة، والله أنا محتاج أريد أشتغل، الله عليكم خلونا أشتغل، محتاج أنا إمكانيتي ضعيفة وأرد أتعين، هذا ما راح يقنع المقابل. لا، أقنع صاحب العمل إنه أنا الشخص الأمثل للوظيفة المعلن عنها، بغض النظر عن يعني ماكو شخص يجي يتقدم لوظيفة هو يعني مرفه وما محتاج إنه المردود من هذه الوظيفة، لكن أنا ما أعبر عنها بهالصورة، وإنما أقنعه إنه أنا الشخص الأمثل لهذه الوظيفة، إنه أنا ممكن إنه راح تستفاد من خبراتي وإمكانياتي. أكو بعض الإرشادات اللي تساعد بكتابة هذا الخطاب. أول شيء أوجه رسالتي إلى شخص محدد،
ما أقول إلى من يهمه الأمر، مثلا أقول إلى رئيس شؤون العاملين، مدير الموارد البشرية، المدير الفلاني، مدير ضمان الجودة، مدير التعيينات، العقود، العاملين، يعني تكون موجهة لشخص بعينه حتى تلفت انتباهه. من أقول إلى من يهمه الأمر، يمكن تروح بالبريد لأي مكان وتنشم، ممكن تهمل، لكن لما تحدد راح تروح إلى هذه الجهة. أبدي أعرف نفسي والخبرات العلمية والعملية اللي أمتلكها. شلون ما تحدثت بالنقاط المهمة، شلون إنه إحنا نتحدث عن أول شيء أعرف نفسي، اسمي الكامل، بريدي الإلكتروني، رقم التليفون، مكاني، ممكن إذا دولة أخرى أقول دولتي ومدينتي، ممكن إنه المدرسة اللي تخرجت من عندها والجامعة اللي تخرجت منها، يعني هاي المؤهلات العلمية بالإضافة إلى الخبرات اللي عندي، بالإضافة إلى الدورات اللي طورت من إمكانياتي، هذا كليتها إنه يعني راح تلفت الانتباه وتعبر عن إنه رغبتك بالعمل، بالإضافة إلى إقناع صاحب العمل بأنه أنت الأمثل للوظيفة. إذن هنا شنو صار عندنا؟ عرفت نفسي والخبرات العلمية والعملية اللي أمتلكها. ما أكتب معلومة مو حقيقة، ما أكتب معلومة أضيفها أنه أنا أضيفها وهي مو صحيحة، ما أقول أنه أنا تبوأت المنصب الفلاني بالمكان الفلاني وأنا ما عندي هاي الخبرة، لأن راح يدقق بعدي، وإذا شافوا أي كذبة أو أي شيء مغالط قطعا لو عندك خبرات عظيمة راح تنسب بهذا المعلومة الغير دقيقة. وبالإضافة راح يسألون عن الأشخاص ممكن يزكوك بمكان العمل، مثلا أكو منظمات دولية تقول لك من يزكيك، من الجهة اللي تزكيك، تقدم على بعثة أو زمالة أو تطلب إنه منحة دراسية أو تريد تحصل مقعد دراسي، أيضا يقول لك تزكية، والتزكية بها إيميل وبها أرقام تليفونات وبها وسيلة اتصال مباشرة بالشخص المزكى ومدى تقدير لمهاراتك وخبراتك، كل واحدة بدرجتها بالدقة. إذن هنا الرسالة إنه أول شيء ابتعد أي معلومة مو حقيقية، تكون رسالة متوسطة الحجم، يعني مثلا في 4 فقرات، 4 إلى 5 سطور، يعني حتى أمهد إنه أرغبه حتى يقرأ السيرة الذاتية مالتي. أتبع يعني أسهل أسلوب بسيط بالكتابة، ماكو أخطاء لغوية، يعني مثلا الضاد والطاء والصاد وهذه الحروف هذه، يعني أكو كثير من الناس يعتبرك إنه أنت ما قاعد تعرف حتى إملاء بعض الأحيان، لكن بالألف أكتبها أو ذلك بالألف أكتبها، شوية صعبة يعني هاي العبارات، يعني أنت دقق بالأخطاء اللغوية والنحوية. خلي إذا أنا ما عندي هاي الإمكانية ممكن أستعين بخبرة، يعني سواء كانت باللغة العربية أو لغات أخرى، أذكر وين وشون سمعت عن الوظيفة، وهم راح يسألوك، يعني كثير من المواقع يقول لك أنت شلون سمعت عن هذا المكان، شلون سمعت عن الوظيفة، شلون سمعت عن هذا الموقع، شلون سمعت عن هاي الدورة. زين، ونفس الوقت انه انا اتطلع حتى، يعني عندي التطلع انه اكون بهذا المكان، انه اعمل به، انه اقدم او اطور امكانياتي، او انه عندي امكانيات ممكن ابوها بهذا العمل. اذكر عنواني، رقم تليفوني، بريد الكتروني. ما انتظر بعض الاحيان، ما ابقى انتظر خال ايدي على خدي وشو ما يراسلوني، شو ما دزولي خبر، شو ما حد خابرني. لا، اخذ من عندهم وسيله اتصال بنفس الوقت، واخذ من عندهم سواء ايميل، رقم تليفون، عنوان معين، اذا ما عندي هاي اروح ارجع بنفسي للمكان، يعني ابادر بالاستفسار عن هذا الخطاب اللي ارسلته مسبقا حتى ما اكون من ضمن المهملين. ممكن انه يعني ما كان او انه حظه هو بمقبوليه، لكن صار سهوا، صار انه منتبه اليه، صار انه صار مع مجموعة من المتقدمين الآخرين، ممكن إنه صار أكو عدد معين، فأني حتى أأكد إنه أنا فعلا مهتم، إنه أنا فعلا متواصل، إنه أنا فعلا يعني عندي هذا الاستعداد وهذه الإمكانيات، فأأكد عليها. عندي بعض النماذج خليتها للسيرة الذاتية، يعني كنموذج معين، يعني هنا بالسيرة الذاتية أول شيء أخلي المعلومات الشخصية، أخلي الخبرات العلمية، أخلي التسلسل الوظيفي، أخلي المهارات، القدرات، الإمكانيات، أماكن العمل، بالإضافة إلى الدورات اللي قمت بها، المعرف اللي عرفني، بالإضافة إلى إذا كنت عملت في جهة حكومية أو أهلية، مع الفترات الزمنية بالدقة. إذا هنا شنو هو؟ بيانات شخصية، اسم، عنوان، رابط اتصال، ممكن إنه حتى الجنسية، ممكن إنه يعني جنسيتك شنو، مرجعيتك شنو، هذه الأسئلة ممكن في أماكن معينة، يعني فد
مسمى معين يكون مفضل عن غيره من المسميات، فأنا ما أكون حال البقية، أنا أعرف هذا المكان إن من عائلته، فطبعا راح، لأن إحنا هذا يعني نوع من المقبولية لفئة معينة لجهة معينة راح تكون هي مفضلة عن غيرها، سواء كانت قومية أو دين أو طائفة أو مسمى معين، أيا كان المسمى راح يكون هو مفضل عن غيره، يبحثون داخل هذا المسمى وما يفيض يبحث عن الآخرين، اللغات والمهارات، المؤهلات العلمية، الخبرات العلمية، الخبرات أيضا المهنية، الوظيفة الحالية، سنوات الخدمة، هذه كلها تتضمنها السيرة الذاتية. يعني أنا شو استفادت من هذا التسويق؟ شو استفادت من هاي السيرة الذاتية؟ أول شيء أنا أكون أنا نفسي، أكون أنا أعرض نفسي بطريقة اللي تليق بإمكانياتي وبالتعب اللي تعبته وصقلت هذه الإمكانيات، يعني أكون مميز، أكون نفسي. يعني أكو فرص عمل تكون بعض الأحيان أفضل عبر العلاقات الشخصية، يعني شلون نتورك، فممكن بالعلاقات يعني من شخص لشخص، المعرف اللي شلون نسميه واسطة مثلا، يعني بعض الأماكن من المعرف مالتك، من اللي كان هو الواسطة مالتك، من اللي دخلك بهذا المكان، مثلا أني أخويا الشخص الفلاني عندكم بهذا الدائرة، أبويا الشخص الفلاني عندكم بهذا الدائرة، راح يكون لك نوع من الاطمئنان حتى تكون بهذا المكان، حتى تتميز وسط زحام سوق العمل انه اسوق نفسي بالصوره الصحيحه، لانه جهات العمل تبحث عن الافضل. فلما انا اكون نفسي بالتاكيد كل واحد من عنده اللي يميزه عن غيره بمجاله، عنده فد علامه او براند قويه بسوق العمل او بالمهاره اللي هو يمتلكها. اذا ما كنت اعرفه فممكن انه راح اترك نفسي بيد من حولي، هم اللي راح يحددون يعني شهرتي بمجال العمل، ممكن هم اللي ما يميزون هذه المهاره، ممكن انه انت تكون متفوق بها وهي اللي يريدوه فعلا، لكن انت ما عرفت شلون تميز نفسك بها، فاذا هذا التسويق راح يساعدك حتى تعرف نفسك للاخرين بالمهاره اللي تميزك، بالامكانيات، بالخبرات، بكل خلفياتك الثقافيه والعلميه و المهنية، تتحكم باللي يقال عليك بسوق العمل بدل ما أنه يقال عنك وليس ما أنت تسوقه. حتى تكون مميز كل شخص عنده ميزة معينة، كل واحد عنده مهارة معينة، كل واحد عنده فلسفة معينة أنه تميزه عن غيره، لكن قليل من عندنا اللي يعرف شنو اللي يميزه. طبعا أنا من الناس اللي دعاني همات من هذه الإشكالية، يعني كثير من الأوقات أنه صار عندي ضبابية بيها، إذا عرف اللي يميزه أنه حتى يستغله بالشكل اللي يخليه مميز عن أي أحد آخر بمجاله. فإذا هنا التسويق الشخصي والسيرة الذاتية القوية اللي هي فعلا شلون يسمي مختصر المفيد الحاوي الكافي الوافي، راح يساعدك من البداية حتى تعرف ما يميزك ويخليك تكون الأفضل وتفعله أفضل من غيرك، وما يقدر أحد ثاني ممكن يقوم به مثلك، والقيمه اللي راح تضيفها بسوق العمل، يعني انت تقنع المقابل انه انا يعني احق بهذه فرصه العمل. العلاقات الشخصيه اكثر الوسائل اللي تساعد بايجاد فرص عمل او تدريب او تعليم، يعني انه اللي حولك يعرفون المجال اللي تهتم به او المجال اللي تميز به، انت راح تتعلم اكثر وتستزيد من عنده، يعني اي فرصه عمل راح تقابل هذه الاشخاص راح يجزوها اليك. لان انت اول من راح يجي ببالهم. راح تكون انت شغل الشاغل يا والله دزوله، يعني صار اكو تعيين بوزاره يعني مثلا الرعايه الاجتماعيه، رادوا انه بمجال الخدمه الاجتماعيه، رادوا بمجال يعني البحوث مثلا باحث انثروبولوجي اجتماعي، خدمه اجتماعيه، هذه المجالات. فاذا انت اول ما يجي ببالك الشخص اللي هو المعني اللي دائما يقول لك انا عندي هاي المهاره، عندي هاي الامكانيه، فقطعا انت راح تدز له رابط وتدز له المجال اللي ممكن يستفاد منه، غير انه هو مثلا لو ما قايل لهذا المجال او ما قايل لهذا الفرصه قطعا راح تضيع عليه وهو ما يعرف بها. اذا حتى اتميز وسط زحام سوق العمل، كل وظيفه اتقدم لها راح اشوف مئات يتنافسون على نفس الفرصه، نشوف لازم انه طريقه مميزه تتميز بها عن المنافسين تظهر كافضل وانسب شخص لهذه الوظيفه. اذا هنا التسويق راح يضمن لك هذه الفرصة بنسبة تتخطى 70%، إذا أنت من وصل ال 70% أنت بعد يعني مثل ما يقول بالجانب الأمان.
لأنه الناس دائما تختار الشخص المعروف في مجاله، معروف أنه متميز بهذا المجال. أما النسبة الباقية تعتمد على قدرتك، مهاراتك، تخطي المقابلة الشخصية، مدى قدرتك على تسويق نفسك بسيرتك الذاتية، لأنه الكل يبحث عن الأفضل، بالذات الشركات والمنظمات والجهات اللي تحاول أنه تطور إمكانياتها وتلاقي مجال في سوق العمل. إذن الشركات على اختلاف مجالات عملها تحتاج الشخص اللي يقدر يضيف لها ويطور عملها. يعني قبل ما تتوجه لسوق العمل لازم أنه أتعرف على الأساسيات والقواعد المستخدمة اللي تساعدني حتى أسوق ذاتي بهذا المكان، حتى أتمكن من يعني بالأخير حتى أحصل الوظيفة اللي أطمح لها. لازم أصنع علامتي المميزة بسوق العمل. يعني كثير بدأوا مشاريع صغيرة وصاروا هما من أرباب العمل المشهورين، بدأوا من تحت الصفر حتى، بينما أكو كثير عندهم إمكانيات لكن ما تميزوا، ما صنعوا بصمتهم، ما خلوا بصمتهم علامتهم المميزة. إذن هنا حتى تكون عندك القدرة حتى تصنع علامتك المميزة بسوق العمل، أول شيء أعرف وأحدد بالضبط اللي يميزني باتباع هذه الخطوات. أول شيء أخلي ورقة وقلم أكتب بهم نقاط القوة أكثر ما يميزني بمجالي. إذا أنا أعرف اللي أريده والمجال المفضل عندي زين، ممكن إنه التجربة ثم التجربة ثم التجربة، لأن التجربة راح تخليك تتعرف أكثر على سوق العمل. يعني كل ما أضيف عليهم كانت مرات والله لا هذا مردوده كلش قليل، هذا ما يفيدني، وأظل أضيع فرص العمل وما راح أضيف لي خبرة، ما راح أضيف لي إمكانيات، والعمر يمشي والفرص تمر مرور السحاب. إذن هنا شوف أنت مهاراتك ومميزاتك، اي تخصص اقرب اليك واي واحد منهم تكون انت تلقى حالك بيه، يعني تكون انت شغوف بيه اكثر. ارتب هذه النقاط حسب الاولويه، احدد اللي اكثر ميزه تكون انه تعرف بيها بمجال عملك، اقيم نفسي بهذه الميزه او هذه المهاره، احدد اذا اني فعلا انه الشخص مفضل بيها او انه احتاج الى تدريب، احتاج الى تعليم. كلنا نحتاج تعليم، كلنا بمرور الوقت نطور امكانياتنا. حاليا انا دا اتحدث وياكم ودا الاقي بعض النقاط اللي يحتاج انه اطور نفسي بها واطور امكانياتي وقاعد استذكر بها. فالكل يحتاج انه تعليم وتنميه المهارات حتى نصير افضل، انه كل ما نتدرب اكثر. خلي بالاعتبار انه حتى اقنع من حولي بهذه المهارات، هذه المميزات، ارسم اللي يميزني، العلامه المميزه داخل ذهنهم. لازم انه اجاوب على الاسئله اللي ممكن انه تطرح عليه، اعرف يعني اعرف الناس انه بهذا الاجابات منو اني، شنو دا اسوي، شنو شغلي، شنو اللي يخليني مختلف، شنو اللي راح يضيف قيمه، شلون اقيم نفسي بهذا الميزه، هذه المهاره، شلون اكون اني افضل شخص يقوم بها، شلون انه ممكن اضيف، ممكن احصل تدريب اخر، ممكن انه حتى اميز علامه المميز داخل ذهنهم. أخلي في الحسبان أنه كيف أقنعهم وكيف أسوق ذاتي بالصورة الصحيحة بحيث ما أبخس إمكانياتي وما أرتبك وما أخاف المقابل هو الشخص كان في يوم من الأيام أيضا باحث عن عمل وطور إمكانياته ووصل إلى هذا المكان، فممكن أنه أنا أصير في هذا المكان ممكن أصير في مكان آخر. يعني كثير من الشخصيات المشهورة في مجال معين كانوا عاملين بمكانات بسيطة وممكن انه اخذت هذه او سلبت هذه الفرصه من عندهم، وهي كانوا يعتبروها فرصه، وانه الحياه صارت ظلاميه، بداوا مشاريع صغيره تطوروا بها، صاروا هم من ارباب الاعمال ومن اقوى الشركات المنافسه في سوق العمل. بالختام احنا دوم انه نسعى بشكل دؤوب، بذل جهد كبير، نبحث باستمراريه، ما يعني ما اياس، ما يضعف طموحي، ما تضعف ارادتي، ما تضعف رغبتي بانه اخوض غمار المنافسه، اثبات نفسي، اكون يعني بهذه العباره كن انت التغيير الذي تحب ان تراه، لا ان يفرض عليك من ما سواك، فانت عرف بنفسك. انا اشكر حسن استماعكم وعذرا على الاطاله، شكرا لكم. شكرا دكتورتنا على هذه المحاضره المميزه، فعلا امتعتينا واتحفتينا بمعلومات اني كشخصيا غايبه عني. وصحيح مثل ما قلتي انه الالقاب العلميه والشهادات ما تغني بقدر ما تغني المهارات والتجارب والخبره. شكرا لك دكتورتنا عزيزتي، حضورنا الكريم انه عنده تعقيب او مداخله يضغط على خاصيه رفع اليد او يفتح المايك من يمه. حضورنا ماكو أحد عنده مداخلة أو تعقيب؟
رابط الحضور نزلناه، نزلته قبل دقيقة على الشات، يا ريت تسجلون معلوماتكم كاملة. نعم، من يرغب المداخلة؟ السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، دكتورة، ممكن يا سؤال؟ وسهلا، تفضلي. بس من ويانا بلا زحمة، ممكن ترفع المهندسة نفسك. ميعاد هادي، يا أهلا وسهلا، أهلا تفضلي بك. مهندستنا. الوضع شوية هسه بالعراق كله، تعرف الدكتورة يعني شوية الأعداد مال الشباب العاطلين عن عمل صارت هواية، وأكيد هاي المحاضرة هي كلش مفيدة إلهم، بس أكو فد نقطة أريد يعني يا ريت الدكتورة توضحها، وهو العامل النفسي اللي يتقدم على العمل. تعرفين هسه اكثر الشباب صح عنده شهاده عنده خبره، بس من يتقدم على عمل الفرصه يعني داخل يعني من يجي هو يقدم نفسيا اللي قدام محبط انه راح تكون للواسطات راح تكون للعرف فراح تكون، فشلون يقضي على هذا العامل؟ يعني واضحه يمكن السؤال، وشكرا. نعم دكتورة، نعم ست مهندسة دكتورة، جاوبيها دكتورة سناء. سألتنا على العامل النفسي. دكتورة سناء تسمعينا؟ دكتورة افتحي المايك من يمك. اي حبيبتي، نعم، حضورنا الشهادات توصلكم على الإيميل اللي كتبتوه بالرابط، وأيضا قناة تليجرام مالت المنتدى توصل كل تسجيلات وكل روابط الشهادات أول بأول. نزلها سترندا مسؤولة الآي تي، نزلت لكم رابط تليجرام اللي يحب يدخل على رابط تليجرام. دكتورة تقدرين تحجين لو نستقبل تعقيب آخر وبعدين تحجين شو اسمه جاوبين الأسئلة. صوت دكتورة تمام، يعني إذا قولي أوكي، لي ما في سؤال مشكلة. يعني أكون ممنون. أوكي، عندنا تعقيب من هالة الجروحي الغروب. دكتورة هالة وست هالة رافعة اليد. ست هالة، تمام، حضورنا كريم. منو عنده بعد تعقيب أو مداخلة؟ افتح المايك من يمك. دكتورة شيماء آغا، ترى يا أهلا دكتورة. دكتورة شيماء، دكتورة عامر قال حابين تواصلين وياي وما تواصلتي، أنتظر تواصلك دكتورتنا عزيزتي. شكرا لكم حضورنا. ما حد عنده مداخلة أو تعقيب؟ تمام، نختم إن شاء الله. رابط حضور نزلت حضورنا، راح أرجع أنزله. وكل الشهادات توصلكم على الإيميلات، إذا ما وصلت فتوصلكم على جروب التليجرام. جروب التليجرام هذا الرابط مالته راح أنشره مرة أخرى حتى تدخلون عليه. كل ما يتعلق بمنتدى المرأة والطفل راح ينشر على جروب التليجرام، سواء شهادات أو نشاطات أو تسجيل اليوتيوب، وأيضا ما يتعلق بنشاطات الأكاديمية أيضا يتم نشره بمنتدى المرأة والطفل. حضورنا ماكو أحد عنده مداخلة أو تعقيب؟ تمام، دكتورة عزيزتي عندك كلمة أخيرة تقوليها قبل ما نختم؟ اليوم حضورنا معك حبيبتي فيهم مستعجلين الظاهر. والله شاكرة حضور الجميع، شاكرة حسن استماعهم، شاكرة لكم هذا النشاطات المتميزة، تمنياتي بالتوفيق وإلى مزيد من التميز والإبداع في سلم النجاح. شكرا لكم، إن شكرا شاء لكل الله. الحضور. شكرا، شكرا لدكتورتنا، شكرا لكل حضور، لحضوركم وتميزكم ما تم معنا. الإجابة على السؤال، عفوا ما تمت الإجابة من قبل الدكتورة. العفو العفو، دكتورة سناء جاوبيها. هو تحدثت الدكتورة عن قلت العمل النفسي.
فقلت لي شريت اذا اكو سؤال اذا تقولي لي اياه. دكتوره مهندستنا عين المهندسه، ممكن تعيدين السؤال؟ تذكرتي على العامل النفسي مو؟ نعم، يمكن قطع النت وما سمعت السؤال دكتوره سنه. تعرفين دكتوره بالنسبه لوضع العراق هسه، يعني الشباب العاطلين كلش اعدادهم هوايه، عندهم مهارات، عندهم شهادات، بس من يروح يتقدم فرصه العمل تكون ضعيفه، لان الاعداد تكون هوايه وتكون اولويه طبعا للواسطات وشي، فهذا يصير عنده احباط نفسي. شلون يقدر يتجاوز هذا الاحباط النفسي اثناء حتى لو يدري انه اكو هو ما راح ينقبل، لان اكو غيره عنده واسطه او شيء، وهذا يعني اعتقد يعني الكل ده تمر به هذا. أكيد. أشكرك أشكرك عزيزتي، هذه الملاحظة طبعا أشرت لها أنه كثير من الأشخاص أنه ما نالوا فرصة عمل أو أنه كان عندهم فرصة عمل بسيطة في مكان معين وحرموا منها، فشعروا أنه هذه نهاية العالم، بعد أنه الإمكانية المادية اللي كان هو يعول عليها يا دوب تمشي يقود حياته. بس احنا بالنسبه الى الوظيفه الحكوميه، الوظيفه الحكوميه انت تشوف انه هي فد مغنمه فد مكسب، لكن حقيقه هي صارت انه ان انت مقيد بنظام، يعني بنظام اداري معين، بدوام مستمر، بيوم انتهى بدون انه توصل الى بيتك منهك، يا دوب تكفي مشاغلك، ما عندك امكانيه انه تطور هذه الامكانيات مثل ما يكون اللي عنده المؤهل او عنده المكانه او العمل في مشاريع، يعني مشاريع اخرى، او انه يكون هو طور امكانياته وعنده الفرصه ليعمل في مجال، يعني مجال العمل الخاص. يعني كثير من الشباب حقيقه انا اشوفهم انه عملوا في منظمات او شركات، سواء كانت يعني اهليه محليه او انه هي دوليه، وطوروا من امكانياتهم وصاروا من اصحاب الاملاك وصاروا من اصحاب الإمكانيات الاستثمارية، بينما كثير من العاملين في مجالات معينة أو بالوظيفة الحكومية اللي هي حاليا الاستقتال عليها، يعني بقوا بروتينهم، وقد وصلوا إلى مرحلة كثير منهم أنه حتى مصرف شهره ما قاعد يقدر يسده، لأنه مكبل بكثير من الأعباء، ب يعني متطلبات الحياة، الإيجار، الكهرباء، المي، كثير كثير من المتطلبات اللي إحنا كنا عايشيها. ف بالمقابل لما يشعر هو بالإحباط أنه ما انقبل بهذا المكان، ثقي في يوم من الأيام أنا كنت يعني بشهادة اللي أنا أمتلكها، باللغات اللي أمتلكها، بالإمكانات اللي أنا أعمل بها، يعني ما لقيت مكان أشتغل به. وصلت مرحلة أنه هذا الحكي أحكي لك إياه بزمن النظام السابق، وأنا مهندسة وعندي لغتين إنجليزي وفرنسي وحاسبة، ذاك الوقت عندنا حاسبة نشتغل عليها، لكن كنت أتمنى أنه أستثمر مجال عملي، يعني أستثمر شهادتي بمجال عمل أطور بإمكانياتي. فرحت آخر شيء حتى إلى أكو كان معمل للخياطة أنشئ للنساء حتى يطورون إمكانياتهم، يعني وصلت إلى هذه المرحلة، أريد بس أعمل، ما حصلت على عمل، يعني أي وزارة أروح لها أقدم فايلات، أقدم شهادتي، أقدم إمكانيات، أقدم السي في مالتي، ما قاعد أتقبل، ما يتقبلوني. أروح إلى مكانات طبعا مكانات العمل الأهلية في ذاك الوقت قليلة محدودة، يعني فقط هي اللي يعني بحسب الضوابط والشروط المضنكة بذاك الوقت والمتطلبات العالية عليها، فمو كل واحد كان ينشئ عمل أو مشروع خاص، وحتى أرباب العمل ما يتقبلون كل شخص، يعني لازم تكون مزكى، لازم يكون عندك شخص معرف من هذا المكان. ليش قلنا أنه الأشخاص المعرفين أو النيتورك، الناس المقربين اللي هم ممكن يوفروا لك فرصة العمل، ممكن أني أروح أقدم مع آلاف مؤلفة، ممكن أكون مجال آخر بعدد محدد، لكن أنا ما أعرف عنه، أنا ما حد انطلع المعلومة، أنا شبكة العلاقات مالتي محدودة، آخرين دا أشوفهم متعينة وصاروا وشفتهم متعينوا بشهادات أصلاً، يعني حتى شهادة إعدادية ما كان عندهم متعينين، وأنا عندي شهادة جامعة ما تعينت، فكان الخطأ أنه ما كنت أعرف التوجيه الصحيح، ما كان عندي شبكة العلاقات اللي تمكنني أنه أوصل إلى مكانات بدون هالتعب والضنكة اللي كنت بيها. يعني بعد سقوط النظام السابق وصل أيضاً كنت أبحث على عمل، وكملت كلية ثانية، ورحت آخر شيء يعني حتى أقول لك إياه وحتى أكون أنه صادقة بكلامي وأنطيها هاي لكل شاب حالياً هو محبط أنه ما حصل فرصة عمل، يعني ثقي رحت قدمت أنه حتى أعمل مفتشة نسائية، هذا اللي ما عنده شهادة ممكن بوقت الطائفية، هذا أحكي لك بعام 2006 كانت هي بداية الطائفية، فماكو أحد خريج يتقبل أنه أو خريجة يتقبل أنه يصير مفتش في مكان بانفجارات وبقتل وبراتب عقد مؤقت 250 ألف بالشهر، يا دوب ما يكفي مصرفه،
مع هذا قلت لا، هماتين أما وأكو أعمال مكتبية وأكو أعمال تفتيش وأكو غير أعمال. بالأخير يعني تعرفين هذا الأماكن يعني مو كل مكان يتقبل أصحاب المهارة وأصحاب الشهادات، لأنه يعني أكو بعض التخوف، يعني بعض الفئات تخوف أصحاب الإمكانيات. وصلت إلى مرحلة اختيار أنه عروبة المكان عملي هم مظلمة الدنيا بعيني من جديد. أنا هذا أحكي لكم يا كمشاركة تجارب حياتية، يعني وصلت إلى مرحلة حبطت انتهت أموري، يعني بمكان عسكر وأنا مفتشة بيناتهم وبشهادي ولازم كتابي الفرنسي ودا أقرأ بيه، بحيث اللي يجون من فتشهم أطلق الكتب على جهة فيباعون، يعني شنو هذا باوع يعني اللغات هذه ويا مفتشة شون. هو المفتشة مو عيب، العمل مو عيب، لكن بذاك الوقت يعني كان صعب على أي شخص ممكن أنه يعني أصحاب الشهادات والإمكانات، لأن كان المردود المادي بسيط والأعباء كثيرة والوضع الأمني كان جدا متوتر بشكل يعني ما كان يفوت أسبوع بدون انفجار، بحيث أنه كان وجود الأمريكان في وقتها أنه يجون يفكون العبوات ومو هم اللي يفككوها، يجي هذا الرجل الآلي يسموه حمودي. فشوف منه يدفعون على هذا الشيء. فيا عزيزي بالأخير كانت مرحلة أنه من قد ما حربت بهذا المكان، تعرفين عسكر وشابة وخريجة وصغيرة وبيناتهم وهذه، ف يعني مو الكل يتقبلها، فاضطريت اقدم استقاله. ورا ما قدمت استقاله وانا الحكي هذا خريجه جامعتين، يعني جامعه بغداد جامعه مستنصريه، والاولى بالكليه الثانيه والثالثه بالكليه الاولى. زين فاجى تعييني مركزي من الوزاره، شوفي وهم ما رحت قدمت على الوزاره ورحت قدمت على الوظيفه وانطوني فائض. فوين ما اروح فرص العمل هي تجي وتضيع، تجي وتضيع، لكن مع هذا ما أحبطت، بقيت مستمرة وبقيت أحاول على مود أبقى ألزم الفرصة اللي أنا بيها. وبالإضافة إلى هذا الشيء كنت أعمل متطوعة بالمجان مع منظمة مجتمع مدني محلية عندها رابط مع منظمة دولية، هذا حتى أطور إمكانياتي. هم كانوا يعطونا شيء بسيط يمكن على قد أجور النقل، لأنه يعني يعطونا دورات نطور مهاراتنا بيها، فما اكتفيت بقيت أحاول. وبالأخير هسه أنا حالياً أستاذة بالجامعة والحمد لله، يعني ما أقول إيش كان طريق سهل، لا بكل صعوبة، فالإحباط موجود لما أنا أسمح للإحباط أنه يتمكن من عندي. أكو فرص كثيرة لكن أعرف أنه أنا شلون أستخدم الوسائل الممكنة، شلون أقدم السيرة الذاتية صحيحة، شلون أسوق نفسي بصورة صحيحة، شلون أروح إلى مكان يعني بمقابلة عمل. أنا مثلاً هي مقابلة عمل لرياضيين، أنا رايح لابس لقاط ومقوط ورباط أو لابست لي فد ألبس الثقيلة، وهو مكان يعني اللي جهة رياضية، صح أنا عندي الشهادة العلمية بمجال الرياضة والتربية الرياضية وعندي مهارات، لكن لما يشوفون المظهر قطعا راح ينطوني كروس عليه جانب معين. إذا كل النقاط اللي حكيناها مهمة، إذا ما طبقتها ومشيت مثل ما يقول سوقت نفسي بالصورة الصحيحة وبالأخير شفت الفرص أنه كانت أقل من غيري، طبعاً من أصحاب تيجي جنابك أنه واسطات ومحسوبيات ومنسوبيات وغيرها، هذا إحنا هذا مجتمعنا زين وعموم المجتمعات، لكن أكبر واسطة راح تكون عندك وبغض النظر عن كل المحسوبيات لابد أنه تبقى فرص عمل لما أنت عندك الكفاءة والإمكانية. لكن لما أنا أروح مجرد أنا والله عندي شهادة كلية الفلانية، أنا خريج الكلية الفلانية، لما يسأل أبسط سؤال بمجاله حتى اسم القسم ما يعرفه، ثق بالله عندنا خريجين مرحلة أخيرة القسم ما يعرف يقوله بصورة صحيحة. زين وأنا من أجي أنا في سوق العمل أنا خلي أشوف نقاط الخلل اللي عندي، شلون أقوي وأقوم هذه النقاط، شلون أطور من إمكانياتي، شلون أتجاوز هذه السلبيات اللي موجودة عندي حتى أروح أقدم نفسي وأسوقها بصورة صحيحة، حتى ما أتعرض لي مراحل الإحباط المتوالية. وكل ما اتعرض الى جانب معين قلت لكم انه كثير من ارباب الاعمال المشهورين بعموم العالم واللي وصلوا مرحله من الثراء كانوا هم باعمال بسيطه وصغيره زين، وكانوا يشعرون ان هم في يوم من الايام كانوا في مجال صغير كانوا يشعرون انه هذا هو قمه السعاده، لكن لما انحرموا منه واحبطوا بفتره معينه اتجهوا إلى باب آخر اللي هو بإمكانياتهم، مو بالضرورة إمكانياتي بهذا المجال وأبقى مصرة عليه، لا ممكن إمكانياتي بمجال ثاني. يعني أنا ما تعينت على مجال الهندسة، تعينت على مجال الأنثروبولوجي،
ما اشتغلت بمجال الهندسة، ما استفادت منه إلا بالخبرات أو بالعلاقات العالية أو بمجال إنه أقدم نصيحة أو استشارة طوعية. لكن المجال الثاني اللي أنا ما كنت متوقعة في يوم من الأيام راح أدرسه، ولا الجامعة اللي كنت أتوقع إنه أنا راح أدرسها أو أدرس بيها، هي هذه اللي كانت هي يعني باب لعملي. أنا أشكر وأتمنى إن شاء الله إنه وصلت الفكرة أو إنه أكدت الفكرة إنه ماكو شيء اسمه إحباط، وإنما شلون أقدر أجعل من هذا الانكسار نقطة انطلاق جديدة. شكرا لكم. شكرا لك دكتورة، أنت طبقتي المقولة بحد أكيرها، لا يأس مع الحياة. إيش حبيبتي دكتورة، كانت محاضرتك جدا قيمة، شكرا لك، شكرا لكل معلومة قدمتيها لنا. أتمنى الحضور استفاد من أدها مثل ما أنا استفادت من أدها. حضورنا نختم، إذا ما أكو أحد عنده تعقيب أو مداخلة حتى نختم. تمام، شكرا لك دكتورتنا. عندنا من ست منى محمد، رافع اليد منى محمد. أيوة نعم، مساء الخير، مع حضرتك مساء دكتورة غلاء الخيرات. أغا من جمهورية مصر يا العربية. اهلا اهلا دكتورة مساء سلمى، بيكي أهلا وسهلا دكتورة إسراء. حبيبتي طبعا أهلا بيكو وأهلا بالحضور الكريم. أنا اسمحي لي إن أنا بس هعقب على نقطة صغيرة جدا، نعم ومن تفضلي. أهم أسباب الإحباط مش بس على مستوى العراق وإنما على مستوى الوطن العربي، هو التفاوت الرهيب ما بين المؤهلات والحاصلين والعدد الكبير الحاصل على مؤهلات ووظائف المتاحة فعليا في سوق العمل. فاحنا عندنا إشكالية كبيرة جدا على مستوى الوطن العربي، ألا وهي إن احنا عندنا خريجين جامعات مثل الآداب والتربية والتجارة وما إلى ذلك، لكن فرص العمل الحقيقية بالبلدي كده مش محتاجاهم، مش محتاجة الشهادات ولا الكم الكبير ده. فأنا بنصح أي شاب داخل على المرحلة الجامعية إن هو يشوف احتياجات سوق العمل وعلى أساسه يبتدي إن هو يختار الجامعة وليس العكس، لأن إحنا عندنا للأسف في المجتمعات العربية نظرة دونية لبعض الوظائف، قد تكون وظيفة فنية، قد تكون وظيفة حرفية وما إلى ذلك، وده لأن للإشكالية التانية اللي هي النظرة الدونية لبعض الأعمال الحرفية والفنية. فأنا بنصح الشباب رقم واحد إن أنت قبل ما تخش الجامعة شوف احتياجات السوق الفعلية، وبناء عليه اختار الدراسة اللي انت تكمل فيها حياتك، لان من الاهم الاشكالات ان الطالب بعد ما يضيع 4 سنين او 5 سنين في جامعة ما يدور على فرصة عمل، وده غير واقعي خالص ولا يتطابق مع الواقع اللي احنا بنعيشه حاليا في المجتمعات العربية، انما العكس. تاني حاجة هي النظرة الدونية لبعض الوظائف، وانا من هنا بنصح الشباب ان انت تشوف مهاراتك وتطوع مهاراتك ايا كانت المهارات دي، سواء مهارات فنية سواء مهارات حرفية. واحنا طبعا الفترة دي في المجتمعات العربية بننمي وبنحاول نعيد الطراز في بعض الصناعات الفنية واليدوية، لانها اصبحت ذات قيمة وتصادر الى الدول الاوروبية وليها حيز وجانب كبير جدا. فانا بنصح الشباب اللي عنده مهارة ان هو يبتدي يطوع من مهاراته بجانب الدراسة الجامعية. احنا في وقت في المجتمعات العربية لازم يكون عندك شهادة وعندك ثقافة وعندك وعي وعندك مهارة عشان تقدر ان انت تدخل سوق العمل وتختار ويبقى عندك بدائل. كل لما يبقى عندك كشاب بدائل اكتر من بديل للعمل او امكانياتك تؤهلك لاكتر من عمل، الاحباط مش هيبقى فيه احباط. ليه؟ لان انت عندك البلان A والبلان B والبلان C هتقدر تشتغل عليه. انما لو انت ما عندكش الامكانيه وما عندكش غير شهاده واحده فقط ومهاره واحده فقط، فانت كده فرصك في العمل هتكون قليله جدا. انصح الشباب ان هم ينموا مهاراتهم، انصح الشباب ان هم يعملوا بحث ويبتدوا يشوفوا سوق العمل، انصح الاولياء الامور ان هم يشجعوا اولادهم في السنوات الدراسيه المتقدمه جدا. يعني هنا عندنا في مصر الاولاد في بعض الاسر الثريه وعلى درجة عالية جدا من الثراء، إلى إنها بتخرج أولادها اللي ممكن يكونوا في سن صغير، مرحلة يعني إحنا نسميها الإعدادية عندنا أو المتوسطة عندكم ومرحلة الثانوية، إن هم يطلعوا يشتغلوا وهم أسر مقتدرة. لكن هي الفكرة إن هو بيعوده إن هو يقدر يشتغل ويجيب فلوس ويصرف على نفسه وما إلى ذلك. فأنا عايزة الفكر ده ينمو في الوطن العربي. مش إشكالية عندي إن أنت
تعلم ابنك على قد ما اشكاليتي ان انت لازم تعلمه حاجه كويسه وحاجه بعد كده يكون قادر على اداره مستقبله ويقدر يجيب فلوس ويقدر يدير حياته بالشكل الكافي. فانا بنصح بس الاسر العربيه ولمن يستمع الي ان احنا يكون يا جماعه عندنا نظره مستقبليه لحياه اولادنا، اديهم المساحه، نزلوهم من سوق العمل وهم في سن صغير، ادي الشاب امكانيه الاختيار ان هو يختار الشيء اللي يتلائم معاه مش اللي يتلائم مع حضرتك. مش لازم ابن الطبيب يطلع طبيب ولا ابن المهندس يطلع مهندس ولا الى ذلك، ولا ابن استاذ الجامعه يطلع استاذ جامعه، لا، اديله المساحه واديله التعليم الكافي. وبما ان انت والده او والدته فهو من حقه عليك ان انت توجهه في الاطار الصحيح. ودلوقتي برضو احب انوه على بعض الاشياء، يعني الدول يعني الاوروبيه دلوقتي زي مثلا المانيا او ايطاليا ابتدت تعمل منح للتعليم الفني، والمنح دي فعليا ابتدت بعض الوزارات هنا في جمهورية مصر العربية تروج ليها، هي منح حقيقية، يعني منح متميزة جدا، سواء دولة ألمان بتنزلها أو سواء إيطاليا بتنزلها. فكل دي أنا عايزة أولياء الأمور يكون عندهم رؤية. إحنا دلوقتي عندنا منح ما قبل الثانوية وما قبل الالتحاق بالجامعة، في منح أثناء التعليم الجامعي، في منح عندي منح ما بعد التعليم الجامعي سواء الماجستير والدكتوراه، وعندي حتى منح لما بعد الدكتوراه. فالموضوع بس يستدعي ان احنا نطوع الانترنت شوية ونبتدي ندور ونبتدي نبحث ونبتدي نعمل مزيد من العلاقات. ارجو ان مداخلاتي تكون خفيفة عليكم، وارجو ان انا اكون يعني وضحت وجهة نظري في نقاط بسيطة جدا. شكرا لك دكتورة أسماء. شكرا لك دكتورة شيماء عزيزتي، نورتينا من مصر. شكرا لك جدا ليك، ومرسي لذوقك، ومرسي لكل السادة الحضور. حبيبتي حضرنا الكريم، انه عنده بعد مداخله او تعقيب يرفع اليد او يفتح المايك قبل ما نختم. تمام، رابط لحضور نزلنا اكثر من مره. سعاد المنتصر رفع ايده. سعاد، يا سلام عليكم. سعاد، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور اسراء، استاذ سعاد المنتصر من ليبيا، رئيس قسم المنتصر. يا اهلا وسهلا، شرفتينا عزيزتي. الشرف لي دكتور، الشرف لي. أنا مش حابة أضيف، بس حابة أشكر كل هالمجهودات، صراحة المجهودات تذكر فتشكر، وحبيت نشكركم، ولي الشرف أني انضميت لهذه المنصة العلمية، ويا رب تكون الفائدة عامة للوطن العربي ونستفيد ونفيد بعض، ولكم كل التقدير والاحترام مني، وفقكم الله جميعا دكتورة. شكرا لك دكتورتنا عزيزتي، شرفتينا من ليبيا. شكرا لكل حضورنا الكريم من جميع بلدان العربية، شرفتونا من مصر، من ليبيا، من عمان، من فلسطين، ما يعني خاف ناسي أحد. شكرا لكم، شكرا لكل حضورنا. شكرا دكتورة سناء عزيزتي. نشكر ستراندا مسؤولة الاي تي لتعبها معنا. شكرا حضورنا الكريم، نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم في نشاط ومحاضرة جديدة نعلن عنها قبل يوم أو يومين عنها بإذن الله. حاب أقدم شكر كبير للدكتورة سناء، وندعي لزوجها أنه يتعافى من مرض كورونا ويرجع لهم بالصحة والسلامة بإذن الله. شكرا لكم حضورنا الكريم، شكرا لدكتورتنا، شكرا للجميع، وتصبحون على ألف خير.